نعاني أثناء مرضنا في كثير من الأحيان بفقدان الشهية، لذلك يصعب على الجسم تقبل الكثير من الأطعمة. للحديث أكثر عن الأطعمة الملائمة لنا أثناء المرض، معنا أخصائية التغذية الدكتورة رويدة إدريس للحديث أكثر. دكتورة رويدة، يسعد لنا مساكي وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أول شيء نبغى نعرف، ليش الإنسان يفقد الشهية أثناء مرضه؟ طبعا احد اهم الاسباب اللي بيفقد فيها الانسان الشهيه اللي هو بتناول الادويه. كثير من الادويه زي الانتيبيوتيك او الفيتامينز اللي بياخدها او ادويه الالتهابات، كلها بتغير طعم الاكل، يعني بتخلي فيه طعمه في الفم، بتنعكس على الاكل شوية. يعني بتحسي انه في بعض، يعني مثلا بعض الفيتامينات تخليك اي شيء تاكليه تحسي نفسك كانك بتاكلي حديد، كانك بتاكلي دم، يعني فبيصير طعمه مو مستساغ، فبالتالي بيصد الشهية. تاني شيء، غالبية المرض اللي احنا بنتكلم اليوم عنه مو أمراض كرونيك ديزيز أو أمراض مستعصية أو المزمنة، احنا بنتكلم عن لوا زي البرد، نزلات البرد والإنفلونزا والأشياء دي، غالبيتهم بيكون عندهم انسداد في الأنف، فبيأثر على حاسة التذوق، فبالتالي بيكون طعم الأكل غير مستساغ، او بتقولي باكل وما حاسه بطعم الشيء. يعني حتى ممكن تاكلي شيء خربان، وهذه حصلت لي مره، تاكلي شيء خربان وما انت حاسه، او اكل محروق مثلا وضايع يعني وانت بتاكلي، فهذه من الاسباب اللي تخليكي خلاص ما تبغي تاكلي، لانه بتاكلي اي شيء بلا طعم يعني. طيب كيف احنا ممكن نقاوم المرض بالتغذيه السليمه؟ طبعا من الاساس نحاول انه نبني جسمنا بناء سليم، انه من خلال الغذاء الصحي. طبعا تناول ما يعادل 5 حصص من الخضروات والفواكه، وانا حتى اقول نطلع فيها ل7 حصص، من 5 ل7 حصص، ودائما اقول الوان قوس القزح حاولوا انها تكون ملونه علشان يعني تكمل العناصر الغذائيه والفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي فيها تكمل بعضها البعض، هذا مره كثير مهم. بالإضافة أنك يعني تاخدي أشياء تساعد على امتصاص يعني مثلا أكلت سبانخ، تحطي معها ليمون علشان يخلي الامتصاص أقوى بالنسبة مثلا للحديد اللي فيه فيتامين سي، بيساعد، فدائما تخلطي بين الفيتامين. طيب دكتور، إحنا بعد المرض مثلا، بعد السخونة، بعد نزلات البرد، يكون الجسم كده خامل، مزبوط. كيف ممكن، أو إيش هي الأكلات اللي لو أكلناها ممكن تعيد الحيوية والطاقة لنا بشكل سريع؟ طبعا هو إعادة البناء، البروتينات هي اللي بتساعد على إعادة خلايا الجسم التالفة من نتيجة للحروب اللي صارت في داخل الجسم لمقاومة المرض، فأنت محتاجة البروتين. أفضل أنواع البروتين اللي تاخديها، دائما إحنا ما ننصح بالسمك في حالة السخونة والمرض، أكثر بنوصف الدجاج، لأنه مع الحرارة وكده ممكن أنه يعمل زي حالة التسمم يعني، لأنه الجسم بيكون حار، وكثير من الناس عندهم تحسس للسمك يعني بشكل عام، أكثر البروتينات اللي ممكن الواحد أنه يكون عنده حساسية منها. أما لو جينا لأفضل الأنواع، فصدر الدجاج دائما، صدر الدجاج المخلي المسلوق، لما تسلقيه حيكون محطوط معه بصل، محطوط معه ثوم، والبصل والثوم ما بيفقدوا عناصرهم الغذائية وفائدتهم وقيمتهم الغذائية من خلال الطهي، فبيفضلوا محتفظين وبيعتبروا صيدلية المنزل. طبعا البصل والثوم يعني هذا العلاج، سواء نية، مسلوقة، مطبوخة، زي ما تبغي، المهم هم لولا الريحة يعني، ولا هم يعني علاج لما تسلقيها أو على البخار بتكون طعمها يعني أو ريحتها مقبولة، ما بتكون صح سيئة، صح، تفقد كثير من ريحتها وطعمها. طيب دكتورة، إحنا لما عادة نمرض ونزلات البرد، وإحنا عادة حنتكلم الآن عن نزلات البرد والأمراض البسيطة الدائمة دي، بينصحوني دائما بالاكل المسلوق، ما اعرف ليش الاكل المسلوق، ليش؟ المسلوق او اللي على البخار هو افضل انواع الاكل اللي تعمليه على البخار او في قدرة الضغط. ليه؟ لانه بيحتفظ بقيمته الغذائيه العاليه لان بتطبخيه بفتره قصيره، فبيفضل محتفظ بقيمته الغذائيه. بينما لو طبختيه بطرق انه يكون على النار لفتره طويله، على ما تيجي تاكليه بتكون الفيتامينات، لانه هو اثناء التقطيع بيفقد نسبه كبيره من الفيتامينات. كمان تحطيه على النار فتره طويله، طيرتيه، صار بتاكلي شيء يعني تقريبا خالي من القيمه الغذائيه، فعشان كده. طب دكتوره شوفي، التعامل مع الكبار في مثل هذه الامور سهل جدا، بس المشكله لو عندك طفل
يعني مريض عنده جاته نزله برد او سخونه، كيف ممكن تقنعيه انه هو ياكل الاكل المسلوق؟ كيف ياكل الاكل الصحي؟ صعب انك تسيطر عليه. اعملي له هو بطريقه يحبها. يعني مثلا اذا كان شوربه حطي له الشوربه، انه يكون اختاري البطاطس مثلا يكون فيه عشان تدي له طاقه. اعملي له هي بمويه الدجاج، لا تحطي له مثلا دجاج اذا كان ما هو حابب، واخلطيها اطحنيها. يعني لا تدي له هي بقطعها، علشان لو اديتي له هي بالقطع ويشوف انها خضره ممكن ما يتقبلها، بس لو حسستيه انه هي شوربه كريمه حيتقبلها. والبطاطس دائما بتدي اللون الابيض للخضروات. وصفي له هي، اقعدي كلي معاه، يعني مو تخليه ياكل لوحده او تحسسيه انه هو اللي بياكله شيء غير مستساغ للاخرين. وبلاش نقعد نتكلم بيننا وبين نفسنا انه هذا اكل خاص له، لا، ياكل زي ما بياكل الاخرين. فشوي شوي حتلاقيه بياكل. نزود له نسبه الفواكه العصيرات، ناكله كميات قليله بس على وجبات اكثر من المعتاد عليها. طيب جميل. طيب دكتوره، الام المرضعه كمان لها نصيب في التغذيه السليمه، خصوصا انه بتفقد كثير من الفيتامينات المهمه اثناء الرضاعه. طبعا. بايش ممكن تنصحيها بوجبات غذائيه مهمه يعني تعوض بها النقص؟ اول شيء سبحان الله، يعني اللي هي وهي بترضع نفس الشيء اللي هي حتاخده الطفل حياخده من جسمها. فاذا هي مريضه وعمال بتاخد انتيبيوتيك مضادات حيويه او بتاخد اي ادويه، لازم تاخدها في غير وقت الرضاعه، اقلها قبل بساعه او بعد بساعه، يعني ما تكون او ساعتين، يعني ما تكون في الوقت اللي حترضع فيه. هذا كثير مهم. وتراعي الاغذيه اللي بتاخدها، يعني ما تقدر تاخد اغذيه بتكون بتسبب الغازات تاخدها وقت الرضاعه، تحاول انها تبعد عنها في فتره الرضاعه، لانها كلها حتنتقل للطفل. مهم انها تتناول ما يكفي من البروتينات علشان ادرار الحليب، بالاضافه للخضروات اللي بتكون زي الخضروات الورقيه زي السبانخ زي الجرجير البقدونس، هذه كلها بتساعد ايضا على انها تدر لها اللبن وتعوضها الناقص من الكالسيوم. طيب جميل. طب دكتور، احنا نسمع كثير في الفتره الاخيره عن عسر الهضم، عن التقلصات المعويه اللي تمنع الشخص المصاب انه هو ياكل، بس هو لازم ياكل، لازم في اكل معين ياكل. ايش الاكل المناسب في مثل هذه الحالات؟ اول شيء اللي يسبب المشكله هذه اننا بناكل واحنا متوترين، وهاتيلي وقت ما احنا متوترين فيه، يعني من جد كل شيء بيوتر، تنزل الشارع تتوتري من الزحمه، كل شيء فيه توتر. فبالتالي لما بتاكلي ومعدتك اساسا معصبه، فتقومي تلاقي نفسك انك انت اي حاجه حتاكليها حتتعبك، خصوصا انه احنا اساسا اجسامنا ما هي مبنيه بطريقه صحيه علشان تقاوم اي الامراض. فالتوتر بيقلل المناعه واجسامنا مضروبه، فدا على دا خبصت الدنيا. فدائما الاشخاص اللي عندهم اي مشاكل في القولون، مشاكل في الامعاء، لانه هذا انت اللي تكوني انت طبيبه نفسك، انت اللي عارفه، يعني ممكن اللي يأذيكي ما يأذيني والعكس. ايوه. فانت تكوني مراقبه نفسك. انا اليوم اكلت فلفل رومي لقيت نفسي عمل لي نفخه وتعبني وعمل لي عسر هضم. طيب استنى كم يوم وارجع اكله ثاني، اذا كان لقيت اتكرر معناته انا هذا حاشيله من لسته الاغذيه حقتي، وحدور على البديل حقه، اني اخذ شيء ثاني يحتوي على نفس النسبه من فيتامين سي ومن الفيتامينات اللي موجوده فيه. او انه لما اجي اكل برضو اتاكد من الطهي الجيد، لانه الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الامعاء اذا كان الاكل ما هو مستوي مظبوط بيعمل لهم عسر هضم. بالإضافة طبعا للدهون الزايدة اللي بتنحط في الأكل والمواد الحافظة اللي عاملة المشاكل هذه. طب دكتورة، أنت دحين تكلمت على عسر الهضم وربطتيه بالحالة النفسية. طبعا. يعني قديش ممكن يعني تأثر الحالة النفسية على مشاكل التغذية؟ في ناس بتاثر عليهم، في ناس يقولوا لك لو اضطربت اكل، واذا ما اضطربت اكل ما انت عارفه. انا لما نزعل ما اكل عموما. أيوة. حتى انا لما ازعل ما اكل، ولما افرح ما اكل، بس لازم اكون بحاله نفسيه عاديه ومستقره علشان اقدر اكل من اجل البقاء. لكن طبعا الواحد لما بتكون حالته النفسيه تعبانه بتحسي انه زاهد في اي متعه من متاع الحياه. صح. والاكل احدى المتاعب بالنسبه للحياه عند كثير من الناس. صحيح. وفي ناس بيتفششوا فيه،
انه ما قادرين يطلعوا حرهم في شيء ما فيش غير الاكل قدامه. وهذا طبعا من اكبر الاخطاء اللي بتؤدي للسمنه وانتشار السمنه، لانه زي ما قلنا في ضغوط نفسيه كثير والناس ما عارفه تتخلص منها فبتحط حرها في الاكل. كثير بنشوف سيدات فجاه يزيد وزنهم، ايش المشكله؟ تقول لك عندها مشكله نفسيه. بالضبط. وبعدين هذا بيزود المشكله النفسيه، لانه لما يحصل عندك سمنه انت بالتالي حيصير عندك توتر اكبر، وحتتضايق من نفسك وحتكوني كارهة لكل اللي حواليك، فهذه مشكلة فقمت المشكلة ما حليتيها. فأتمنى أنه ما يخلوا الأكل منفذ لهم، أتمنى المنفذ يكون القراءة. إن شاء الله دحين حنيجي على موضوع الكتابة، وإن شاء الله ما يخلوا النفسيات تأثر عليهم، والناس اللي يكونوا مصدر قلق يعني أثروا على نفسيتهم بالتالي أثروا على صحتهم. أكيد هذا شيء مرة مهم. دكتور، هذا الكتيب الظريف الجميل اللي يحمل اسم كمان ظريف، هو يعني قرمشات. من تأليفك قرمشات، والجزء مزبوط. الأول تأليف الدكتور رويدة إدريس، أعطينا مزبوط. فكرة عن قرمشات. قرمشات هذه من زمان أنا أكتب زي الكوتس، يعني لو لاحظتي حتلاقي الصفحات ما فيش، يعني عبارة عن صفحة صغيرة. أيوه. بدأت أكتبه تقريبا من سنة. الكتاب ده كانت فترتها أمي كانت خلالها تعب أمي وكده، وقررت أنه أعملها صدقة علم ينتفع به من خلال وضع معلومات صحية. الله. فالكتاب هذا لله، يعني الماما عشان توصلها الصدقة هذه. الكتاب مرة أحبه، هو الكتاب جميل، وحتى العبارات اللي انت لفت نظرك إحدى العبارات. صح. يعني على طول، يعني شوفي مثلا، يعني نحختم بهذه اسمحي لي المقولة: كونك حصلتي على درجات أعلى لا يعني أنك أذكى من غيرك. صح، جميلة هذه العبارة. صحيح. وكثير من العبارات الجميلة حنتطرق لها، أتمنى يشاركونا فيها عاد على طرق التواصل الاجتماعي. أكيد. في قرمشات للدكتورة رويدة إدريس. شكرا لك دكتورة، يعطيك العافية، وأنسينا في سيدتي. شكرا لي. مشاهدينا الكرام، فقرات سيدتي لا زالت مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.